الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. دائما مع الدرس الأول، المجموعات جذع مشترك علوم، الجزء 6. إذا في هذا الجزء سنرى الفقرة المهمة جدا وهي التمييز. إذا 2-1، سنعرف ماذا نقصد بالتمييز في الرياضيات. إذا التعميل بكل بساطة هو العملية العكسية للنشر، أي يكون لدينا تعبير رياضي على شكل إذا مجموع إذا أو مجموع تعابير. إذا ونريد أن كتابة هذه المجاميع على شكل جدا. إذا سنكتب هذا التعريف البسيط: التعميل هو العملية العكسية للنشر، أي كتابة تعبير على شكل مجموع عدة تعابير على شكل جدا تعابير، أي يكون لدينا تعبير يكون على شكل مجموع عدة تعابير ونريد كتابته على شكل جدا تعابير، أي نحول المجموع إلى جدا. هذا ما نسميه بالتعميل. إذا لكي يكون هذا التعريف مفهوما سنشرحه من خلال المثال التالي. إذا عمل التعبير التالي الذي رمزنا له بالرمز AX. إذا 3X ناقص 1 عامل لجوج إكس زائد 5 ناقص إكس عامل لجوج إكس زائد 5. إذا نلاحظ أن التعبير AX هو مجموع تعبيرين، هذا التعبير الأول زائد التعبير الثاني. إذا المطلوب تعميل هذا التعبير. ماذا نقصد بتعميل التعبير؟ أي كتابة هذا المجموع على شكل جدا، إذا عدة تعابير رياضية. إذا الطرق والوسائل التي نعتمد عليها للتعميل. إذا من بين الوسائل الأكثر استعمالا وهي دقة الملاحظة، أي على التلميذ أن يتعلم ويتدرب على ملاحظة. إذا كمثالنا هذا، التعبير AX هو مجموع تعبيرين، إذا على التلميذ أن يلاحظ إذا ماذا هناك في التعبير الأول والتعبير الثاني ليتسنى له بطبيعة الحال استنتاج عدد يكون في التعبير الأول والتعبير الثاني ونسميه عامل مشترك. إذا هنا نلاحظ أن 3x ناقص 1 يوجد في هذا التعبير الأول ولكنه لا يوجد في هذا التعبير. إذا ف3x ناقص 1 ليس بعامل مشترك، بينما العامل 2x زائد 5 يتواجد في التعبير الأول ويتواجد أيضا في التعبير الثاني. إذا نسميه في الرياضيات عامل مشترك، الفرنسية فاكتور كومان. إذا نستخرجه في الأول كعامل مشترك، إذا نضعه في بداية في مقدمة التعبير، ثم نفتح قوسين ونضع ما بقي بعد التخلص من جوج إكس زائد واحد، أي لا نكتب مرة أخرى جوج إكس زائد واحد لأن كتبناه في المقدمة. إذا نفتح قوسين ونكتب ما بقي بعد إذا التخلص من جوج إكس زائد خمسة. إذا يبقى لنا فقط 3x ناقص 1 وضعناه هنا، وهنا بعد التخلص من 2x زائد 5 بقي لنا، ولكن حذاري من الأخطاء، إذا مع الإشارة ناقص x وليس زائد x، إذا ناقص x. وبهذه الطريقة البسيطة إذا استطعنا إذا كتابة التعبير AX الذي كان على شكل مجموع على شكل جدا، 3x ناقص x 2x ناقص 1. إذا هذه الطريقة الأكثر استعمالا التي نعتمد عليها. إذا من بين الوسائل الأكثر استعمالا وهي دقة الملاحظة لاستنتاج عامل مشترك والتعميل به. سنرى إذا الأدوات الأخرى، لذلك إذا فضلت أن أكتبها إذا على شكل فقرة جوج جوج. الأدوات الأساسية للتعميل، أي ما هي الأدوات الأساسية التي نعتمد عليها في التعميل لتعميل تعبير ما؟ نعتمد على الملاحظة. إذا الوسيلة الأولى دقة الملاحظة التي رأيناها في المثال. لماذا دقة الملاحظة؟ لاستنتاج عامل مشترك، لاستنتاج عامل مشترك بطبيعة الحال. والمسألة الثانية التي نعتمد عليها الملاحظات الهامة، الملاحظات الهامة. إذا هنا إذا عوض الملاحظات الهامة
المتطابقات الهامة وليس الملاحظات الهامة. إذا عفوا، إذا الطرق التي نعتمد عليها دقة الملاحظة لاستنتاج عامل مشترك ثم استنتاج تمييز كما رأينا في المثال السابق، والطريقة الثانية الأكثر استعمالا المتطابقات الهامة. إذا صححوا جزاكم الله خيرا، هنا أخطأت فكتبت الملاحظات الهامة المتطابقات الهامة. إذا سأعطي مثال حتى تكون الطريقة الثانية بطبيعة الحال هذه الطرق مفهومة. إذا مثال رقم واحد، عمل التعبير التالي: AX تساوي 3X زائد 5 عامل لي 1 ناقص X زائد 2X ناقص 1 عامل لي X ناقص 1. إذا هذا يشبه المثال الذي رأيناه سابقا. علينا أن نعتمد على دقة الملاحظة. إذا نلاحظ ما هو العدد الموجود في التعبير الأول والعدد الموجود أيضا في التعبير الثاني، أي عدد مشترك يكون في التعبيرين معا، في هذا التعبير وفي هذا التعبير. 3x زائد 5 لا يوجد في هذا التعبير، بينما 1 ناقص x يوجد هنا ولو بطريقة غير مباشرة. لاحظوا جيدا أن لدينا x ناقص 1، إذا قمنا بالتعميل بناقص إذا يصبح لدينا ناقص عامل لجوج اكس ناقص واحد، وهنا تصبح واحد ناقص اكس، وبالتالي واحد ناقص اكس سنجده في هذا التعبير وسنجده ايضا في هذا التعبير ونستخرجه بطبيعة الحال كعامل مشترك. الطريقة الثانية، يمكن ان نعمل واحد ناقص اكس، هنا نعمل بناقص فنخرج ناقص هنا ويبقى لنا ناقص عامل لثلاثة اكس زائد خمسة، وهنا اكس ناقص واحد، فيبقى لنا اكس ناقص واحد عامل مشترك لأنه موجود هنا وموجود هنا. إذا سنتبنى الطريقة الثانية. إذا قمت بالتعميل بناقص، فإذا نجد ناقص ثلاثة اكس زائد خمسة اكس ناقص واحد زائد جوج اكس ناقص واحد اكس ناقص واحد. إذا وضعت خط أحمر تحت العامل المشترك، نقوم بالتعميل به. إذا فنفتح قوسين ونضع ما بقي بعد إذا استثناء إكس ناقص واحد، إذا ناقص 3X زائد 5 زائد 2X ناقص واحد. وبهذه الطريقة إذا نستنتج التعميل النهائي، ناقص 3X زائد 2X إذا تعطينا ناقص إكس، وناقص 5 ناقص واحد ناقص 6. نقوم بالتعميل، لاحظوا هنا في هذا العدد إذا لدينا ناقص ناقص، قمنا باستخراج ناقص كعامل مشترك وقمنا بإدخاله في العدد الأول، فأصبح التعميل النهائي 1 ناقص x عامل لي x زائد 6. إذا هنا لتعميل هذا التعبير اعتمدنا على الأداة الأولى وهي دقة الملاحظة لاستنتاج عامل مشترك. سنعطي مثال رقم 2 كي نوضح لكم كيف نعمل باستعمال المتطابقات الهامة. إذا مثال رقم 2، عمل التعبير التالي الذي رمزنا له ب x يساوي x زائد 4 أس 2 ناقص 2. إذا هنا أيضا يجب على التلميذ أن يكون دقيق الملاحظة. إذا هنا نلاحظ أن هذا التعبير هو شبيه بالمتطابقة أ مربع ناقص ب مربع، فقط هنا لدينا أ مربع أ هي إكس زائد 4، ولكن هنا على التلميذ أن يفكر أن يكتب 2 هي جذر مربع 2 أس 2، لأن الأس عندما يكون فوق الجذر المربع فهو يزيله فنجد 2. لماذا إذا عوضنا 2 بجذر مربع 2 مربع حتى يصبح التعبير بإكس على شكل أ مربع ناقص ب مربع واستعمال المتطابقة اللي هي أ مربع ناقص ب مربع تساوي أ ناقص ب عامل لي أ زائد ب. إذا قمنا باستعمال المتطابقة، الذي يلعب دور أ هو إكس زائد 4 والذي يلعب دور ب هو جذر مربع 2. إذا باستعمال هذه المتطابقة بطبيعة الحال إذا سنستنتج التعميل بكل بساطة. إذا تساوي إكس زائد 4 ناقص جذر مربع 2 عامل لي إكس زائد 4 زائد جذر مربع 2. إذا سنعطي تمارين أخرى حتى تتضح المسائل أكثر فأكثر. إذا عمل التعابير التالية: A1x يساوي x مربع ناقص x زائد 2 عامل لي x ناقص 1، A2x يساوي x عامل لي x زائد 3 زائد x مربع زائد 6x زائد 9، وA3x يساوي x زائد 5 أس 2 ناقص 1.
إذن بالنسبة للتعميل الأول سنعتمد على الطرقة الأولى أي دقة الملاحظة لاستنتاج عامل مشترك. نلاحظ جليا أن x ناقص 1 فهو عامل مشترك لأنه يوجد في التعبير الأول ويوجد أيضا في التعبير الثاني. قمنا باستخراجه ووضعه كعامل مشترك، إذن يتبقى لنا هنا فقط x، وهنا سيتبقى لنا x زائد 2، وهكذا نحصل على عامل مشترك. لاحظوا جيدا أن هنا 2 عامل مشترك قمنا أيضا بإخراجه فنحصل على التعميل النهائي. أما بالنسبة للتعبير A2X أيضا دقة الملاحظة مطلوبة، إذا الأعداد المتواجدة في التعبير الأول X و X زائد 3 لكن هنا غير متضحة، ولكن إذا دققنا النظر نلاحظ أن هذه متطابقة، إذا يكفي تفكيك 6، كتبنا 6 على شكل 2 في 3 في إكس، إذا فهي تكتب على شكل أو كاري زائد 2 أبي زائد بي كاري، إذا هي المتطابقة إكس زائد 3 أس 2. إذا تلاحظون أن دقة الملاحظة مطلوبة وهي ليست بعملية صعبة، إذا من أراد أن يتقن دقة الملاحظة عليه أن يكون منتظما في عمله، أي ينجز إذا بشكل منتظم إذا تمارين ولو بسيطة. إذا تساوي x عامل ل x زائد 3. لاحظوا جيدا أن x زائد 3 يوجد في التعبير الأول وفي التعبير الثاني، نستخرجه كعامل مشترك بعد كتابة x زائد 3 أس 2 هي x زائد 3 عامل ل x زائد 3. إذا بعد استخراجه كعامل مشترك يبقى هنا x وهنا يبقى x زائد 3، وهكذا حصلنا على التعميل النهائي. إذا بالنسبة للتمرين الأخير فهو يشبه المثال رقم 2، إذا تكتب على شكل أ مربع ناقص ب مربع، إذا أ ناقص ب عامل لأ زائد ب، فنحصل على التعميل النهائي إكس زائد 4 عامل لإكس زائد 6. إذا تمرين للبحث، إذا عمل التعبير التالي إكس مربع ناقص 4 زائد 1 ناقص إكس عامل لي x ناقص 2 أس 2. إذا بهذا نكون قد أنهينا هذه الفقرة الرائعة جدا، أوصيكم بطبيعة الحال بإعادة هذه الفقرة بشكل جيد، لأن التعميل فهو إذا مفهوم أساسي في السنوات الثلاثة في الرياضيات. إذا أتمنى أن نكون قد شرحنا بما فيه الكفاية. بطبيعة الحال ما زالت هناك التمارين، إذا لدينا مجموعة من التمارين بالنسبة لهذا الدرس، عندما ننهي الدرس بطبيعة الحال سنتطرق إلى التمارين. التمارين التي بداخل الدرس هي فقط عبارة عن تمارين تطبيقية من أجل الفهم الجيد للدرس. لا تحرمونا من صالح دعوتكم لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمن علمنا ولجميع المسلمين. اللهم صل وسلم على سيد الأولين والآخرين خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.